اهلا بحضراتكم من جديد وفقره ترند الاهلي. هنستعرض مع بعض المحتوى اللي موجود من خلال صفحات السوشيال ميديا واللي اتكلموا فيه عن الاهلي واخر الاستعدادات قبل مباراه الاسماعيلي. الحساب الرسمي لقناه الاهلي على تويتر نشروا التصميم الخاص لمباراه النهارده امام الاسماعيلي في الدوري على استاد برج العرب الساعه 7:30 مساء. طبعا التصميم بيتصدر فيه عمرو السوليه ومحمد هاني واليو ديانج نجم خط وسط فريق النادي الاهلي. ماتش داي هي مباراة اليوم في الدوري المصري، مباراة مؤجلة من الأسبوع الـ 12 الساعة 7:30. إن شاء الله تكون بداية موفقة في مباراة اليوم ويقدر الأهلي يحصد الثلاث نقاط. طيب الصفحة الرسمية ليلا كرة على الفيسبوك توقعوا تشكيل الأهلي لمباراة الإسماعيلي اليوم. شريف هيقود خط الهجوم وأحمد رمضان بيكهام ظهير أيسر أمام الإسماعيلي. في حراسة المرمى التشكيل المتوقع طبعا على عهدة الزملاء في يلا كرة. محمد الشناوي في حراسة المرمى، محمد هاني ظهير أيمن، أحمد رمضان بيكهام ظهير أيسر، ياسر إبراهيم وبدر بنون اثنين قلب دفاع، عمرو السولية وأليو ديانج اثنين وسط ارتكاز، أمامهم صانع ألعاب محمد مجدي قفشة، في الهجوم جونيور أجاييه وحسين الشحات ومحمد شريفي. التشكيل الأقرب والمتوقع لمباراة اليوم. طيب كمان من خلال حساب المصري الرياضي اتكلموا على أن مروان محسن وجهة نظر أخرى ولكنها خبرية بقى، بيقترب من قيادة هجوم النادي الأهلي أمام الإسماعيلي. يمكن حساب الرسمي للمصري اليوم على تويتر يتكلموا لان مروان محسن في اتجاه لدى الجهاز الفني انه يبدا مباراه اليوم امام النادي الاسماعيلي، خاصه ان في المباراه السابقه لما نزل من اول لمسه قدر يحرز هدف في مرمى فيتا كلاب، فممكن يكون مروان في اتم الجاهزيه لبدايه مباراه اليوم. عموما هي كلها يعني لحظات قليله او اقل من ساعه ونقدر نعرف التشكيل الرسمي اول ما الفريق يصل الى استاد برج العرب لخوض مواجهة الإسماعيلي. طيب من خلال الصفحة الرسمية للوطن سبورت على الفيسبوك اتكلموا على التشكيل المتوقع من وجهة نظرهم للنادي الأهلي ضد الإسماعيلي، وشايفين هيكون في تغيير في خط الدفاع ومفضلة من الناحية الهجومية. طبعا بيتكلموا في تغيير في خط الدفاع بسبب عدم وجود ظهير أيسر في ظل غياب الثلاثي معلول وأيمن أشرف ومحمود وحيد، وقالوا إن الأقرب لشغل هذا المركز هيكون أحمد رمضان بيكهام، لكن في مفضلة داخل الجهاز الفني ما بين محمد شريف ومروان محسن وولتر بواليا لقياده خط هجوم فريق النادي الاهلي. عموما اي 11 يبداوا النهارده ان شاء الله نتمنى يكون في عنصر التوفيق مهم جدا لكل اللاعبين، لان انت ممكن تبدا بافضل تشكيله تصنع فرص كتيره لكن في النهايه ما يكونش التوفيق محالف ليك، فبالتالي ما تقدرش تحرز اهداف، وده للاسف اللي حصل في مباراه فيتا كلاب. طيب كمان من خلال الحساب الرسمي في الجول على الانستجرام نشروا نتائج آخر 7 مواجهات ما بين الأهلي والإسماعيلي. الأحمر اللي هو النادي الأهلي تفوق في 4 مواجهات، والتعادل كان حاضرا في 3 مباريات أخرى. الإسماعيلي يبحث عن الفوز الغائب على الأهلي في الدوري منذ نوفمبر 2010، يعني بنتكلم في حوالي أكتر من 10 سنين و4 شهور الإسماعيلي لم يفوز على الأهلي في الدوري. نتمنى يا رب يعني تستمر هذه المسيرة ويكون النادي الأهلي النهاردة فاز على الإسماعيلي. آخر مواجهات الأهلي فاز على الإسماعيلي 3-0، 1-0، تعادل إيجابي 1-1، 1-1، الأهلي فاز 1-0، 2-0، وفي آخر جولة بينهم كان في تعادل سلبي ما بين كلا الفريقين. طيب الحساب الرسمي للأهرام على تويتر كتبوا إن الأهلي يطير إلى الكونغو يوم السبت لمواجهة فيتا كلاب. إن شاء الله بإذن الله الأهلي هيأدي تدريبه صباح السبت، وتغادر بعثة الأهلي بعد المران إلى الكونغو. هيكون في تجمع للفريق في مطار القاهرة يوم السبت الساعة 1 الظهر، استقلال الطائرة والرحلة الخاصة إلى كينشاسا لخوض هذه المواجهة الصعبة. هيكون في تدريب يوم الأحد، يوم الاثنين على الملعب الوطني الملعب الرسمي اللي هيستضيف المباراة، ويوم الثلاثاء المباراة الساعة 3 بتوقيت القاهرة في حضور 3000 متفرج. السلطات الصحية في الكونغو هتسمع بحضور 3000 مشجع في هذه المباراة، وبإذن الله نتمنى تكون الأجواء مناسبة لأن هذه المباراة مهم جدا ترجع فيها بنتيجة إيجابية عشان المواجهات المباشرة ما بين الأهلي وفيتا إذا احتجتها في الجولة الختامية. بالإضافة لده أنت محتاج ترتفع في رصيد النقاط إلى 7 نقاط على أقل تقدير في هذه المباراة، لأن عندك بعد كده مباراتين، المريخ في السودان وسيمبا في القاهرة، وإن شاء الله يقدر الأهلي يتخطى هذه المواجهة الصعبة جدا. ظروف الحر الرطوبة، لكن الأهلي سبق ليه في نفس الأجواء ونفس الظروف يرجع بنتيجة إيجابية طالما هناك عزيمة وقوة وإصرار على الاستمرار في هذه البطولة، لأنك بتسعى مش للفوز باللقب فقط، لا ده أنت بتدافع عن اللقب اللي أنت أحرزته العام الماضي في المباراة النهائية أمام نادي الزمالك. طيب آخر حاجة معايا من المحتوى الموجود على السوشيال ميديا بنتكلم على
اليوم السابع على صفحتهم الرسمية على الفيسبوك كتبوا أن الأهلي بيحافظ على ترتيبه العالمي وبيتفوق على الزمالك ب 111 مركز، ده من خلال التصنيف الصادر عن الموقع العالمي الشهير فوتبول داتابيز. اتكلموا أن النادي الأهلي احتفظ بمركزه في قائمة أفضل 50 نادي على العالم. الأهلي جاء في المركز 44 ضمن أفضل 50 نادي، الزمالك جه في المركز 155، يعني بنتكلم في فارق حوالي 111 مركز ما بين الأهلي والمنافس التقليدي في الكرة المصرية نادي الزمالك. الأهلي حافظ على صدارة قائمة الفرق الإفريقية في التصنيف الصادر من هذا الموقع العالمي الشهير، تفوق على الترجي التونسي، سان داونز الجنوب إفريقي، مازيمبي الكونغولي، بينما جاء الزمالك في المركز الخامس على الصعيد القاري. في النهاية أرقام وإحصائيات، لكن بالطبع طبعا صدارة التصنيف في البطولات الإفريقية هو الأهم وهو الأكبر وهو الأعظم، لأنك بتتصدر التصنيف كنادي القرن في القرن الماضي وفي القرن الحالي عن أقرب المنافسين. عندك أندية بتحاول تقرب منك سواء في عدد البطولات أو الأرقام، لكن الحمد لله يظل النادي الأهلي دائما في صدارة الأندية الإفريقية والعربية على المستوى الإفريقي. طيب، ده كان المحتوى اللي موجود عبر السوشيال ميديا بخصوص مباراة الأهلي والإسماعيلي وإلقاء الضوء على مباراة الأهلي وفيتا كلاب إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم، لكن نخلص مباراة النهاردة وبعد كده هيكون الحديث كله على مباراة فيتا خلال الأيام القادمة.